السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع تحديات فورتنايتية. احس الاسم غلط، تحديات فورتنايت. المقطع هذا من زمان ما نزلت مثله، تقريبا لي 3 أسابيع او شهر، والله من زمان ما نزلت مرة، يمكن فوق شهر بعد. اخيرا نزل تحديات ومنها تحدي امونج اس. راح تشوفون بالضبط وش اقصد بامونج اس. فقبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين، لا تنسون كود شوب في اس ال. الله يسعدكم جميعا، وقناتي الثانية تحت في الديسكربشن، قناة الرياكشن للي يحب الرياكشن. كود في اس ال شباب، ترى ما حد يحط وان فروكت ليك وان فورتنايت اي شيء، حط الكود في اس ال اول 3 حروف من كل حساباتي. اذا شريت اي شيء ارسل لي على الانستغرام، شكرا لك. باذن الله اني بحط الاغلب ستوري. خلونا نبدا في اول مقطع. طيب بسم الله، هذا اول تحدي اللي هو تحدي امونج اس. زي ما تشوفون الحين هذا هو التحدي، تحدي امونج اس. يا ساتر، هذا وشو؟ والله اني ادور سكن يا اخي صعب. اوكي هذا واضح جدا، واضح جدا، اللي هو رقم 9. اوكي جبتها في اخر لحظه، ما المفروض انه ما ينحسب، بس اوكي هذا سكن ديدبول. بجاوب على اخر لحظه اللي هو 15. اوكي ما بحاول اني بعطيكم مجال انكم تجاوبون انتم او تفكرون انتم. اوكي هذا الجواب عرفته، اللي هو رقم 2. اوكي والله العظيم رهيب، رهيب جدا رهيب. هذا واضح جدا للي يعني ما يعرف. رقم 11، هذا السكن نزل قريب، ما ادري نزل ولا لا، تحديات لاني من زمان ما العب فورتنايت. هذا السكن واضح اللي هو سكن، لا لحظه ادور، والله صعب. 13 اوكي اعرف سكن بس خلوني ساكت. 12 الحمد لله جبناه في اخر لحظه، لكن اوكي هذا السكن اعرفه، هذا السكن اعرفه. رقم 4 اوكي صح علينا، صح علينا الحمد لله. هذا مو بسكن نينجا؟ اوكي 14، الشعر الازرق وضح كل شيء حرفيا. اوكي هذا واضح جدا واضح، فيبغانا نكون اسرع شوي، اللي هو رقم 5. طبعا لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه، خلونا نوصل 700,000 اقرب وقت. اوكي هذا ترافيس كوت 16. اوكي الحمد لله اني لحقنا عليه في اخر لحظه. طيب هذا سكن، اوكي هذا واضح جدا 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 واضح، اللي هو رقم 3 علينا. بعدين نعدل الاجابات، في البدايه قمنا نغلط اغلاط ما لها داعي. اوكي هذا رقم 10، الحمد لله صح علينا الحمد لله. اوكي لا اوكي هذا رقم 1 اللي هو سكن الجالكسي، والله شيء رهيب والله. ها 8، والله جبتها في اخر لحظه يا ساتر. اوكي هذا عرفته اللي هو حق المويه. رقم 6، مويه او سلايم اتوقع شيء زي كذا. هذا وشو هذا؟ 10؟ والله العظيم مستحيل اصلا اعرف ذا سكن، ما ادري وشو. اوكي هذا واضح جدا اللي هو سكن بنت الطيار تقليد اللي هو بليز. 15، نسيت اقول رقم اعتذر، بس يعني واضحه. اوكي هذا مو واضحه ابدا، والله صعب، والله صعب، اقسم بالله صعب. هذا واضح جدا، واضح جدا، اللي هو رقم 8. انا كل شوي اقول واضح جدا وانسى اني اختار رقم. فخلصنا الحين اول تحدي، تحدي سكنات بستايل امونج اس. فخلونا نروح على التحدي الثاني. اوكي جينا التحدي الثاني، يقول لك توقع سلاح من صوته. اوكي هذا سهل جدا، يا رب انه ما يكون في اشياء صعبه. اللي هو رقم بي، رقم بي كيف حرف بي؟ اوكي اوكي هو يمثل لك انه اوكي هذا الهاربن، حلو. هذا واضح جدا وشت جنكري وكويس بنفس الوقت، اللي هو حرف الاي. والله ديم، والله رهيب رهيب، اول مره اشوفه يمثل كذا الاشياء هذه. اوه هذا حق الهالوين، حق الهالوين اللي هو دي، يب حق الهالوين اللي يغطينا. هذا وضحت كل شيء انه خاص بالهالوين. اوكي واضح جدا بي، اتوقع انه بي اكيد يعني بي. اوكي واضح اللي هو سي، ان شاء الله انه صح، يب صح علينا. لا ان شاء الله يعني واضح، بس اني اخاف انه يجيب العيد. اوه اوكي 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 اي 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 تصدقون ما اعرف القاضيات هذه حقته ولا شيء، ما ناسي الاشكال هذه. اوكي هذا سي،
لانه هو الوحيد اس ام جي اتوقع من ذا الاسلحه اتوقع يعني. اوكي اوكي يو يليكي يو يليكي. طيب هذا سلاح دي. اوكي سلاح دي هذا المنطقه الجديده حقت البوتات، سلاح جدا قوي بس نفس الوقت كريه شوي. اوكي هاي طلقه ار بي جي، انا اقول اي غالبا انه اي ما في شيء ثاني اصلا يوضح انه ار بي جي. اوكي اعطاها طلقات ورا بعض فانا اقول بي. عندنا صوت الفلنت قريب منه، مو قريب مره بس قريب منه. اوكي هذا السلاح واضح جدا، واضح واضح مره اللي هو دي. هذا سي. يا ساتر والله عرفته من حركه اليد، يعني لو مصغرين الشعار شوي يمكن ما اجيبه لاني ما اعرفه. اوكي هذا تحدي واضح جدا اللي هو حرف البي، لان صوت السماشين الثاني واضح جدا. هذا اقوى صوت، اقوى صوت بينهم. اوكي انا اقول اي وجبناه صح. يا لبيه. اوكي 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 هذا دي يا عيال صح؟ لا والله سي. انا ما ادري ليش اخترت دي مع ان دي اتوقع ان طلقات ورا بعض. خلصنا التحدي الثاني، ما ادري كم غلط، ما غلطنا كثير، يمكن غلط وغلطين بس او يمكن غلط والله ما ادري. المهم بنروح التحدي الثالث، وبسم الله على التحدي الثالث يا رب يا كريم. هذا يقول توقع سكن من عيونه. اوكي او توقع العيون من سكن. هذا اي اللي تحت على اليسار. اوكي هذا يعتبر سهل نوعا ما مع ان اللي كل حوله اصفر. هذا وشو جي؟ لا والله لابس نظارة، والله ما اعرفه والله. اوكي هذا سكن واضح جدا اللي هو بي، هذا سكن اعرفه. اوكي بس اللي قبل شوي ما ادري انه لابس نظارة والله. هذا ثور، لكن اي واحد؟ بي؟ لا والله اي. انا ليش اخترت هذا؟ اوكي اوكي هذا واضح جدا 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 مره واضح اللي هو البليز اللي هو حرف الدي. والله تحدي رهيب. اوكي هذا اي. لا والله جي. اغلاط كثيره. هذا نقول سي. صح علينا الحمد لله، لان اي نفسه بس ما لبس نظاره. هذا وش هذا؟ اف. اوكي انا اتذكر انه لابس نظاره لكن شوف لون النظاره يمين ويسار يختلف، شيء غريب. اوكي اي. والله انه صعب، والله انه صعب يا اخي، توقعت اسهل من كذا. اوكي هذا نقول جاي. اوكي جاي الحمد لله جبنا في اخر لحظه. يا ساتر من عيونه الثلاثة. يا ساتر والله التحدي ذا يلخم شوي. ثلاثة؟ لا مستحيل نجي ثلاثة ورا ثلاثة اصلا. هارلي كوين اربعة. يا ساتر انا اقول تسعة. صح علينا تسعة الحمد لله. يا ساتر. اوكي انا اقول اثنين وصح علينا اثنين. يلبيه. هذا اصبروا خمسة؟ ثمانية يقطعهم القهر ثمانية، ما ادري ليش اخترت خمسة والله. هذا واضح جدا، واضح جدا 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 اللي هو رقم خمسة. اوكي التحدي اللي بعده هذا سكن اعرفه اللي هو رقم سبعة. يب رقم سبعة ما اروح هذا السكن عاد، واكثر سكن العب فيه تقريبا اصفر. واحد؟ اوه نينجا. هذا كيف نينجا؟ انا عرفته من الخط الاصفر هذا. اوكي هذا سكن واضح اللي هو سكن الجالكسي رقم ستة. واخر شيء اللي هو رقم ثمانية. ويس جبناه. فعموما بس هذا كان وقت اليوم، صراحة تحديات رهيبة جدا، فخلص استمتعت. فجربوا بنفسكم انكم تجاوبون قبل ما اجاوب انا، لاني قاعد احاول اني اجاوب على اخر ثانية، احاول اوكي مع ان الثواني قليلة مرة. فيعطيكم العافية على المشاهدة، اشوفكم على خير، سلام.